حلي فمه حلي فمه هذا اقعد واصاحبي اقعد وشو نفسك هذا دابا راه 7 سنين حتى احتجوا ولكن ما كناش نوقفوا هنا غير متبعين مع الملف ديالنا غدا يعطيونا بعد يعطيونا ما عطاونا والو غير الوعود الكاذبه دابا من هذه السيمانه وحنا كنحتجوا قدام البلديه من جانا القيد وجانا المقدم والسلطات المحليه حنا كنحترموا كاع السلطات المحليه لان هما مامورين من الفوق ماشي هما مامورين جا المقدم بغى يقطع اللافته ديالنا وجبد الموس بغى يقطع الدرابو المقدم ديال المعموره ديال المقدم ديال المعموره وتكرفصوا علينا واحد راه مهرس من اليد ديالو وطيح بالاعصاب ومراه راه حامله راه طايحه تما كاينه حنا ما كنطالبوا حتى بشي حاجه حنا كنطالبوا بالبقاعي ديالنا حنا ما ساكنينش حنا ولاد البلاد وما ساكنينش حنا ولاد البلاد وضايعين حنا ولاد قنيطره وعايشين فيها وخلوق زياده وما ساكنينش جوال 3 4 5 الدراري واليوم تكرفسنا وضربونا وصوتونا وعاش سيدنا بغيت هادشي يوصل لجلالة الملك ويعطينا حقنا هادشي اللي باغي نطلب من الله ينصر سيدنا والله يطولنا في عمره والله يحفظه قطعونا اللافذة ديالنا وضربونا وجرعوا علينا قطعونا تلفيفان ديالنا باش كنهضروا وباش كن جميع الملامح ديال الاحتجاج حيدوا لينا حيدوا اللافتات قطعوا تلفيفان ديال الهضره كاع الملامح اللي غادي الوسائل اللي غنتواصلوا معاهم بهم قطعوهم تعدت عليهم السلطات السلطات اللي تعدوا عليهم كيضربوا في الناس كيدفعوا في الناس وهذا حق مشروع ينضر عليه كل واحد وهذه هذا اليوم هذا راه مختص بحقوق الانسان في هذا النهار كنطالبوا حقنا بجلالة الملك كنحيوا الملك وكنطالبوا حقنا ما داير لا فضلاء والو خرجوا كيدورسوا فينا كيصوتوا في كبير وصغير العيال الطايحين والرجال راهم ساكن كلاو العصام جبدين واللهم انا منكر هذا شنو وقع تكرفصوا على السيد معانا وضربوه السلطه وجرجروه وغادي به للحبس حنا كنغوتوا حنا كنعيطوا العداو بغينا غير مقاعينا بغينا حقنا دالعين مقاعينا تقلعوا لينا شاريين بالتنازلات شاريين بالفلوس يمشيوا لهذاك اللي باع لينا هو اللي غيعاقبوه اما حنا غير شاريين شاريين من عند السلاليين اولاد البلاد واولاد الارض وشرينا على صدق ونيه في الاخر اعطاو البراني اعطاو البعيد واللي ماشي من هاد البلاد وحنا تزدنا والدينا اللي ولدونا تزادوا في هاد الارض جميع الناس كيعرفونا وعرفوا ولادنا وعرفوا دوارنا وعرفونا في ساكنين هاد الناس عدوا علينا ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.